خلينا نفركه بربي فيما يتعلق بوصفه خضر استاذ بشار، لانه كما قلت لك الناس سمعوا برشا كلام اساطير على مصطفى خضر المتهم، لانه جاب حزمه نتاع اوراق كرادين من مدنين، جاب كرادين متعلقه من مدنين ما فيها حتى شيء خذاها، لانه فيها معلومات اتهم الصبابه اللي كانت وقت من علي، والتقارير اللي كتبوا فيها كذا، جاء واحد عرضهم عليه خذاه من عنده، حتى جاء وسدوه حكموه من اجل امتلاك الوثائق هذيك اللي ما عندوش حق يملكها، وثائق الكل تهم الداخليه، قاضي التحقيق عطى اذن مشى بعث الوثائق هذوك محطم بالداخليه، تحطوا بالداخليه، تحكم الحكم الاقصى مصطفى خضر، وكل الوثائق تتعلق بامور قبل الثوره، تحكم سي مصطفى خضر حبوا يعملوا منها فيلم. وجاي ما عنده على علاقه لا بالاغتيالات، هو في السجن لا عنده علاقه بالاغتيالات، لا عنده علاقه بجهاز سري، ما عنده حتى شيء، الراجل عدى 8 سنين سيبوه. استاذ بشر انا على الاقل نحب نستوضح منك، يعني حتى لو اني فهمت، سي مصطفى خضر الكرادين بتاع الوثائق ما خذاهمش من حركه النهضه وقت العايز وزير الداخليه، تحصل عليه وقت الثوره. تحصل عليه وقت الثوره من واحد من المدين. وقت المعركة قاعدة تحرق والوثائق نتاع الداخلية فرطوه في الشهر. يعني في الكل. يعني كما الناس سامحني معذرة في أحداث الثورة ثم الناس مشيت تسرق في الطماطم، هو بحكم تحركة المراكز يقاف ورص أوراق خذاهم وقدم. لأنه كانت حاكم يبعث حاكم قبل وكان يعدي في العقوبة الإدارية وكان مراقب إداري، جاء حب يشوف شكون اللي صبوا بها ما عرفوه. وعلاش اليسار شاف صحيح؟ لانه هو اللي كان يصب بالسنين للبوليسيه، وهذا ثابت واضح. يعني الوثائق، انا ما عنديش مستعف، يعني الوثائق اللي عند مصطفى خضر ما خذاهمش وقت النهضه والترويكا الحاكمه للبلاد، بالعكس خذاهم في وقت الثوره، اشراهم تاع وثائق ولا دبر فيهم دولاب فيهم الصبره تاع قبل الثوره. وثائق تافهه ما فيها حتى شيء، وثائق تقارير امنيه ما فيها شيء، هذاك عليه مكانها الطبيعي هو وزارة الداخلية، فقاضي التحقيق وكل الجمهوريه هذاك عمل الاذن بيرجع توا كيشدوا واحد عنده مسروق ومجهول المصدر، وين يهزوه؟ ما يهزوه الخزينه العامه، حتى كي يحجزوا البير نحن في المحاماه يقول لك حجزه واستصفال محجوز وحجزه. معك احترام المشاهدين. نعم مع كامل الاحترام، هذا الوثائق تاع الداخليه حجزهم في الداخليه يا اخي، كان جاو خايفين منهم واحد يموت وينزل من داره واحد. وكالغرفه السوداء هذيك شنو هي سمعت؟ يا ودي سماها غرفه بيضاء في الداخليه، ما سماهاش غرفه سوداء. فيها الضوء، فيها الضوء، كلها فيها الضوء، فيها كاميرات وقبه، كي هي غرفه سوداء، كيفاش طلعوها وكيفاش مشاو لقاوها؟ كيما مشاو بدل وكانوا مفضلوا في الوثائق وهاي الكراف وعينها قاضي وعينك وعطينا شلقاو فيها، ما مهزوها من الوثائق، لقاو فيها ما يدين شخص، ما ثم شيء يا ودي. لجنه الكذب والافتراء والخداع هذه قاعده تاجر بدم الشهيدين، تاجر وقاعده تاخذ الفلوس وتبتز وما عندها حتى خدمه الا عايشه بالملف هذاك. نحن نشوفوهم لا يعيشوا بلا بمحاماه، لا نلقاوهم لا بمرافعات، لا شيء، نهار كامل هم من الندوه، الندوه هذيا عندهم عليها فليسات هذاك على كل مره. وتحجير السفر عن الاستاذ رشد غنوشي، تحجير السفر على خلي الصوره سي بشر، تحجير السفر على الاستاذ رشد غنوشي ضربه قويه ليكم ولا شنو؟ ماهيش ضربه قويه يا اخي، هو رشد غنوشي قال مانيش مسافر، كان كتاع الانقلاب وعمل كل الزيسات وكل ما من وين من السفر هذيا باش يغطيوا بها الفشل نتاع المنقلب، بقوا قاعدين يخدموا مع بعضهم هما يغطيوا بها الفشل تاع المنقلب والعزلة نتاعو، حبوا يخلقوا الملف هذا باش يلهيوا به شوية الرأي العام وشوية كذا، جاو كذبوا عملوا ندوة خلصوا عليها من عند قيس سعيد، طبوا فلوس الشعب عنده، قاعد يفرق فيها على اليمين على المدونين وعلى لجنة الدفاع، يفرق فيها على اليمين وعلى اليسار، وخدموها بما أنه الوزير نتاعو والمستشار نتاع الوزير نتاعو في لجنة الدفاع، وقعدوا مع القاضية التحقيق وخدموا الخدمة، عندهم مدة وش يبان بهم، عندهم مدة يخدموا فيها باش يخرجوا حاجة. ونحن مستعدين لكل شيء، وهذايا القاضي ماهاش محايد. وعندنا حتى اتصالاتها وتليفوناتها مع الرداوي ومع مجموعة نتاع
البلعي هي وزيرة العدل، كل شيء موجود. إذا كانت مع الشعب اتصالات بالتليفون وما يتنحاوش تليفون، تليفونات والاتصالات الكل نتاع مستشار ونتاع الوزير الشونسي، وزير الشونسي معايا نهار كامل يهز فيها بالاخر ما عليهش الدفاع قدام المحكمه ببنات في كاوت العايش. تقولوا بالكش احنا ما عندناش عينين، تجيب لك كذب على الشعب كله. بمعنى هذا هل فشلت السلطه؟ يا اخويا جيبوا لنا حاجه صحيحه، قال لي ثم شخص مورد وشكري بالعيد تاع تونس كل مستاكم انتم. جيبوا لنا جهاز سري ده عمل عامله خايبه في تونس وراه تو نحاسبوه، هم يزيدوا بلا كذب ما ثم شيء وضوء. بص قبل الفنجان. نعم، حتى نختم هذا الجزء. إذا المحصلة نتاع الندوة الصحفية، هل فشلت السلطة في محاولة توجيه الأنظار عن تكوين جبهة خلاص البارحة التي يقودها نجيب الشابي، وعن خصوصا رد الفعل اللي شفناه من رئيس الجمهورية فيما يتعلق بتقرير لجنة البندقية؟ هل فشلت السلطة في هذا؟ فشلت السلطة فشلا ذريعا، لأنه الشعب التونسي ما يهموش الملف هذا وما جابوا حتى شيء جديد. أستاذ بشر المعارضة جبهة خلاص قاعد تخدم.